في البرلمان المقبل. ايه هي العقبات اللي بتواجه؟ والله يعني عامة العقبة الوحيدة اللي بتواجه يعني مش أصغر أكبر هي البيت عامة في نظام القرى شوية، إن هما مش يعني بالنسبة لهم حاجة جديدة، بالنسبة لهم حاجة جديدة إن بنت تيجي تقول أنا عايز تمثل الشعب أو عايز تقدم البرلمان أو يعني سواء هو مجلس النواب حاليا يعني. فدي كانت أول يعني أنا أعتبر أول بنت بتقول تاخد الخطوة دي في القرى يعني. فدي شوية بالنسبة لهم خطوة غريبة وكله مستغربة وكله خايف منها وكله قلقان وشايف إن ممكن ما تقدريش، إن في ناس كبيرة وأسماء كبيرة ورجال وأعمال وناس سلطة، فبالنسبة لك انت يعني لسه صغيرة لسه لا ما انتش فاهمة لا لسه يعني مش تبقى خطوة جاهزة في كل المكان ده. بس يعني انا بقيت موجود ان شاء الله او بنجاحي هثبت الناس ان هو مش حاجة، لا هو سن ولا هو راجل ومرأة، لا هو الامكانيات هو التفكير هو العقل هو الثقافة ادراك المشاكل وحلها هو اللي هيفرق معاك انت مرأة او راجل. مين بيدعمك ماديا او معنويا؟ معنويا خطيبي، يعني انا خطيبي ضابط الطن مصلحة هو اكتر حد اصلا شجعني لما انا خدت فكره فرحت عليه، هو اول شخص قال لي برافو عليك يعني وكملي ومش عندي اي مشكله بالعكس، وهو كمان مش شجعني ماديا مش حاجه. بالنسبه لغايه المرأة ايه هو القانون الاكثر ارحاقا احنا بنلاقيه موجود في طبعا القضاء، يعني القضاء مع المرأة هو لازم يتظبط بمعنى ملفات القضاء الخلع القايمه ال ال يعني ما بعد الطلاق كل الملفات بتاعت المرأة اللي هي مدوجة بعد الطلاق المفروض ان انا ما اروحش 4 5 6 7 مرات علشان اخد حقي او علشان افتح ملف مرة واتنين واجل 10 3 مرات، لا هو يبقى كله ملف واحد بقضاء واحد بصورة واحدة، انا لما بحس ان انا اروح اقدر اخد حقي بشكل سلس من غير بقى محامين غاليين وفلوس ومصاريف وان انا اتبهدل واقعد سنين لحد ما اقدر اصرف على ابني. لو انا كمان حتى عندي ابن يعني لو انا عندي ابن او بنت لا لازم دي تكون اجراءات سريعة جدا. تاني حاجة حق الاطفال للزوج، يعني اللي هي بعد 10 سنين او القوانين اللي بتقول امتى الزوج يقدر ياخد الطفل، يعني دي برضه لازم تعدي ولازم تكون فيها حقية ان هو يكون المرأة لها حقية كبرى ان هي تقدر تقرر حاجة زي كده، مش القانون او يعني مش اللي هو المين اللي يسمح يعني هو الام او الاب بمعنى اصح. وبالنسبة لغاية المحلة ايه بقى المشكلة الاكثر سهلة؟ المحلة انا شايفة ان الحاجة الوحيدة اللي نقدر نستفيد بيها من المرأة في المحلة ان كل سادات المحلة عندهم قدرة مش طبيعية خارقة للعمل في مجال الغاز النسيج ومهدرة، يعني كفاءات مهدرة، مصنع غاز النسيج بيخدم بس معظمه رجال، لا احنا عندنا سيدات بيقدروا يعملوا حاجات تورد لبره مصر، نقدر نعمل اكبر مصنع غاز نسيج في الشرق الاوسط، انا ده حلمي ان انا اعمل اكبر مصنع غاز نسيج في الشرق الاوسط بيخدم المرأة المصرية ويبقى مركز على المرأة بكل عواملها، يعني شؤون قانونية تكون محاميين، حسابات تبقى ناس خريجين تجارة، يبقى حتى عمال النظافة، الأمن، مجلس الإدارة تبقى مرأة، اللي بيشتغل جوه المصنع هو نفسه المرأة، مصنع يقدر يصنع في مصر يقدر يورد